ينضم إلينا من أربيل المحلل الأمني حسين علاوي. دكتور حسين أهلا بك. يعني بداية، أين وصل العراق اليوم في الأمن السيبراني على مستوى الدول الآمنة سيبرانيا؟ هل لدينا مراكز تعتمد عليها، قدرات تعتمد عليها الدولة؟ يعني مساء الخير عليكم، مساء الخير على المشاهدين الكرام، وكل عام وقواتنا المسلحة بألف خير. أكيد لدينا قدرة وإمكانية عالية جدا من قبل الأجهزة الأمنية وكذلك الأجهزة المدنية التابعة لوزارة الاتصالات وكذلك الأجهزة الأمنية في جهاز المخابرات الوطني، الذين سيقدمون الدعم اللوجستي والفني إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات. وبالتالي المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ستستخدم هذه التقنيات والقدرات والإمكانات من أجل زيادة القدرة والكفاءة لديها، وكذلك بالمقابل سيكون هنالك دعم فني وتقني من قبل فريق الأمم المتحدة الذي سيكون فريق ساند، إضافة للتعاقد مع شركتين هما الشركة الكورية والتي ستكون مسؤولة على تطوير وتحديث ومتابعة وعمل مراكز الاقتراع الإلكتروني الذي ستفتح في كل ربوع العراق حقيقة عبر خطة المفوضية، وكذلك قضية البطاقة البايومترية التي تصدرها الشركة الإسبانية التي تعاقدت مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات. دكتور حسين، إلى أي مدى تعتقد أن خطة الأمن السيبراني ستنجح في ردع أو وقف الاختراقات؟ أكيد ستكون بنسبة 70 إلى 75%، لكن تبقى 25% هي دعم المجتمع الدولي للعراق، وهذا ما قدمه العراق طبعا بطلب إلى مجلس الأمن بدعم تقني وفني وزيادة كذلك البعثة الخاصة بالأمم المتحدة لتقديم الدعم الفني إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والتي ستقود الانتخابات وإجراءها في العراق. لماذا لم تشرع الحكومة في مسألة الأمن السيبراني قبيل انتخابات عام 2018؟ ما الذي تغير الآن؟ لأن القانون الانتخابات كان قانون يختلف كثيرا حقيقة، وكان يشجع البطاقة التقليدية التي استخدمت في الانتخابات السابقة، كان في 2006 10 14 و18، ولكن بالمقابل الانتخابات الحالية صحيح أنها تركز على نوعين من البطاقة، لكن تعطي للبطاقة البايومترية دورا كبيرا، وبعد تعهد البرلمان والقوى السياسية بإجراء تعديل على قانون الانتخابات سيتم اعتماد البطاقة البايومترية، وهذا طبعا نتيجة لاحتجاجات تشرين ومطالبها الأساسية بأن تكون هنالك انتخابات حرة وعادلة ونزيهة. طيب، هنالك من يتساءل، الحكومة الآن لم تستطع حماية الناشطين، لم تستطع حماية نفسها، رئيس الوزراء نفسه مهدد من قبل الجماعات والفصائل المسلحة، هل باستطاعتها تأمين الانتخابات وكيف؟ يعني هذه التهديدات أولا ذهب، نعم ضحيتها، أتفق معك، ذهب ضحيتها شباب وشابات من المحتجين الشباب وكذلك من الناشطين، وهذا متوقع حقيقة بأن يستمر حقيقة هذا التحدي، لكن هذا التحدي بدأ يقل نتيجة وجود القوات المسلحة العراقية ونشاطها الذي سيتصاعد خلال المرحلة المقبلة، وهذه هي موجة الدولة الصاعدة التي تستعاد حقيقة من قبل الحكومة العراقية. لكن بالمقابل البروباغندا الإعلامية التي يراد منها تقزيم دور الحكومة حقيقة ورئاسة الحكومة ودور الحكومة، أتوقع أنها لن تؤثر على إرادة الحكومة العراقية والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات وكذلك الأجهزة الأمنية التي ستساهم مساهمة كبيرة في تأمين الأمن السبراني. هذه معركة شعب تحاول الحكومة أن تكون أو تديرها بيد أمينة وآمنة من خلال المفوضية العليا طيب المستقلة للانتخابات وقدرة الحكومة العراقية. كيف باستطاعت الحكومة الآن في ظل وجود هذه التدخلات الآن؟ يعني أستاذ حسين، أنت لست بغريب عن أنت ابن العراق وحاليا تشكل. اسمح لي، خليني أوجه لك سؤال دكتور حسين. نعم. الآن كيف يمكن للحكومة أن تزرع الثقة في الناخب العراقي من أجل المشاركة في الانتخابات، وما يجري اليوم ليس بالأمر السهل؟ لا، أكيد الحكومة ستوفر هذا المناخ الذي يساعد على مشاركة كبيرة للمواطنين، وكذلك تشجع من خلال المفوضية العليا المستقلة بالانتخابات لزيادة التسجيل البايومتري حقيقة للناخبين ودخول 3 شرائح عمرية للانتخابات، وهذا ما يزيد من دور الحكومة ويزيد كذلك من دور المفوضية في عملية التسجيل. لكن بالمقابل هي شكلت لجنة أمنية عليا تشرف عليها الحكومة العراقية بالتنسيق مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وبإشراف الأمم المتحدة وبمشاركة الفريق الاستشاري لمكتب
السيد رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات، وهم يجتمعون دوريا، وهنالك تقارير فنية تصدر يوميا حقيقة تقدم إلى دولة رئيس الوزراء، وكذلك بالمقابل تقدم إلى الفريق الحكومي لكي يعمل ويسير ويرى ما هي التحديات التي تمر بالعملية الانتخابية. وطبعا أجواء الانتخابات ستختلف كلما اقترب تحديد موعد الانتخابات، ولكن بالمقابل الحكومة قالت أننا نستطيع أن نقيم الانتخابات مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في 6/6/21، لكن الكرة ما زالت بيد القوى السياسية العراقية التي تريد أن تدمج انتخابات مجالس المحافظات مع مجلس النواب. للتصحيح، أنت من بغداد الآن، إذن من بغداد. نعم. المحلل الأمني دكتور حسين علاوي، شكرا جزيلا لك دكتور.